يعني هذا ليس بالجديد على هذا الاحتلال الإسرائيلي، عودة الناس لمنازلهم في حين يحاول البعض تفقد الحاجيات، وكذلك يعني محاولة الناس لأخذ بعض مقتنيات المنزل المتبقية بعد قصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يقصف هؤلاء الناس ويقصف تجمعات المواطنين بشكل مباشر، ويوقع ذلك عدد من الشهداء والمصابين، إضافة إلى أن هذا الاحتلال تعمد كذلك على قصف المواطنين الذين حاولوا الحصول على الطعام والشراب في منطقة شمال غرب مخيم المسيرات ومنطقة الزهراء بعد إلقاء القوات الجوية المصرية والإماراتية والأردنية كذلك منذ يومين المساعدات التي تسقط على مناطق وسط قطاع غزة وأيضا في مناطق جنوب قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي استهدف هؤلاء الناس موقع عدد من الشهداء وعدد من المصابين وصلوا لمركز العودة الطبي، ومنهم من وصل هنا لمستشفى شهداء الأقصى. نحن نتحدث عن 48 ساعة هنا في وسط القطاع خلفت 29 شهيدا حتى هذه اللحظات. هذا العدد ليس بسيطا، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي كذلك قام باستهداف المنازل بشكل مباشر والتي أدت لارتقاء عدد من الشهداء المدنيين أطفال، كما حدث مع عائلة عودة في منطقة دير البلح وارتقاء الطفلين الأشقاء ملك وخطاب أحمد عودة، إضافة لارتقاء كذلك الشهداء من عائلة أبو عيسى بعد استهداف منزل يعود لهم في منطقة دير البلح، أدى ذلك لارتقاء رب الأسرة وزوجته، فيما نقل عدد من الشهداء من المنطقة الجنوبية لمدينة دير البلح في مناطق جغرافية تقع شمال منطقة خان يونس بعد استهداف منزل يعود لعائلة الأنصاري في تلك المنطقة وانتشال عدد من الشهداء وتم نقلهم هنا لمستشفى شهداء الأقصى، إضافة لانتشال عدد من الشهداء من منطقة مواصي خان يونس ووصلوا هنا أيضا لمستشفى شهداء الأقصى. لكن مؤخرا وفي ساعات ما بعد ظهيرة هذا اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت مجددا عملية الاستهداف المدفعي لمنازل المواطنين المدنيين، لا سيما في مناطق قريبة جدا من وادي غزة، حين عودة الناس لتفقد حاجياتهم وتفقد منازلهم المتبقية والمقصوفة بطبيعة الحال أدى ذلك لارتقاء شهيد بعد استهداف منازل تعود لعائلة اللوح في تلك المنطقة وارتقاء شاب بالعشرينات من العمر، إضافة لعدد من المصابين يعني وصلوا هنا لمستشفى شهداء الأقصى، فيما تمكنت طواقم الإسعاف أيضا في مركز العودة الطبي من استقبال جثامين 7 من الشهداء جاءوا من منطقة الزهراء. هؤلاء كانوا منذ أمس تحديدا بعد قيام طائرات الاستطلاع باستهداف مجموعة من الفتية والصغار والنساء كذلك، حاولوا الحصول على الطعام والشراب بعد سقوط صناديق اطلقت من الجو او اسقطت من الاجواء بعد ان قامت القوات المصريه بعمليه انزال في تلك المنطقه. الاحتلال يعني منع هؤلاء الناس، قصفهم جوا وبرا وبحرا، اطلق النار وقصف من الزوارق، طائرات الاستطلاع كذلك استهدفت التجمعات، ادى ذلك لارتقاء عدد من الشهداء. الحصيله غير دقيقه بالحقيقه، لكن ما نقل من مدينه الزهراء هم 7 شهداء، فيما يتحدث شهود عيان عن وجود عدد اخر من الشهداء لا يزالوا على الارض في محيط منطقه جامعه فلسطين في مدينه الزهراء شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزه. يعني هم منعوا حتى من الوصول للمساعدات التي ارسلت اليهم. نعم، الاحتلال منع هؤلاء الناس من الحصول على الطعام والشراب، في حين يعني وصل عدد من الإصابات والشهداء لمستشفى العودة ومستشفى شهداء الأقصى. عدد من المواطنين أيضا لا يزال محاصر وفقا للمعلومات في محيط منطقة جامعة فلسطين، منهم مصابين ومنهم شهداء حسب إفادات الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف في تلك المنطقة، في حين يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول سيارات الإسعاف لتلك المنطقة. هذا بالحقيقة يعني يستدعي تدخل الجهات الدولية، المنظمات الدولية يعني الصليب الأحمر والأمم المتحدة من أجل تأمين وصول سيارات الإسعاف، لكن عمليات منع سيارات الإسعاف أيضا تأتي تزامنا مع تعليق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لعمليات التنسيق الخاصة بها في ظل أيضا استهداف الطواقم الطبية الخاصة بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وارتقاء عدد من الشهداء من ضباط ومسعفين تابعين لجمعية الهلال، وهذا ما منع الجمعية من التواصل مع الأمم المتحدة أو من الموافقة على إجراءات التنسيق التي تجرى من خلال الأمم المتحدة والصليب الأحمر خلال الأيام الماضية، وأدى ذلك أيضا لوجود عدد كبير من الشهداء في صفوف الطواقم الطبية.
طب محمود، في ظل ربما بعض الأنباء التي تصل عن اتفاق باريس الذي ربما لم يتم التوصل إلى، يعني لا زال هذا الاتفاق في ظل المفاوضات لم يتم التوصل لشيء حتى الآن، ولكن على حسب ما يرشح في هذا الاتفاق أن الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن إمكانية السماح للمدنيين بالذهاب إلى شمال غزة، ولكن الأطفال والنساء دون الرجال، فبالتالي هل يتم تداول هذه المعلومات في داخل غزة تحديدا في مدينة رفح؟ وهل سيرغب هؤلاء بالرحيل مرة أخرى بالذهاب إلى منازلهم إلى الشمال، يعني أن تكون الأسر مفككة، النساء والأطفال دون الرجال؟ يعني النازح الفلسطيني هنا سواء وسط القطاع أو جنوب القطاع بعينيه العين اليمنى تترقب اجتماعات وفد حركة فتح وحماس في موسكو، إضافة لأن العين الأخرى تنتظر وتترقب حالة إعلان وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالجهود التي تبذل من قبل يعني الوسيط المصري وكذلك القطري، حالة من الترقب الشديد في هذه الأوقات لا سيما خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة في ظل الحديث عن جولات واستئناف لجولات المفاوضات ما بين الفصائل الفلسطينية أو تحديدا حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. هنا الناس يتساءلوا كيف لنا أن نعود بدون أبائنا وبدون يعني الأشقاء دون أو يعني فوق سن 18 عاما. هناك كان حديث لدى الاحتلال الإسرائيلي أنه سيسمح قبيل شهر رمضان المبارك بأنه سيسمح للنساء والأطفال دون سن 14 عاما بالعودة لمدينة غزة وشمالها. السؤال الأهم في هذه النقطة، من سيطعم هؤلاء الأطفال؟ من سيدير حياتهم اليومية؟ من سيوفر لهم الطعام والشراب؟ وأبائهم سيكونوا بعيدين عنهم في مناطق جنوب قطاع غزة ووسط القطاع، حالة من الرفض الشديد لهذا القرار الذي يتداوله الاحتلال وكذلك يتداوله كذلك الإعلام الإسرائيلي، في حين لم تؤكد حركة حماس حتى هذه الساعة هذه القرارات أو الاتفاقيات التي يعني تتحدث عن سماح الاحتلال الإسرائيلي أو موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على قرار سماح عودة النساء والأطفال دون سن 14 عاما. كل الشكر لك من دير البلح محمود الوهم، رسول الله.